ما يقوله بعض المؤرخين من أن الله عز وجل جمع الدنيا لأربعة، اثنان مسلمان ذو القرنين وسليمان، واثنان كافران النمرود وذكروا شخصا آخر، فإن هذا مما لا يستقيم في ظني عقلا ولا نقلا. لم يؤتي الله عز وجل أحدا أن يملك الأرض كلها، قد يكون ذو القرنين قارب هذا لدلالة القرآن مغرب الشمس ومطلع الشمس، لكن أن يكون سليمان ملكه قد امتد إلى العالم كله ليس في القرآن ما يدل على هذا، لكن ما كان عليه سليمان من ملك عظيم من تسخير الجن والريح وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله في حلقات أو في بعضه، كل ذلك سنبينه إن كتب الله في العمر بقية. لكن لم يثبت عندي أن سليمان عليه السلام ملك الأرض كلها من أقصاها إلى أقصاها، والمراد أن الله عز وجل فضل هذا النبي الكريم، لكن جرت سنة الله في خلقه. الله يقول لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، ما يجمع الله لأحد كل شيء، الملك العظيم الذي يعطيه سليمان، لكن سليمان نفسه لم يعمر. فالمشهور عند أهل الأخبار والتواريخ أن سليمان مات وعمره 58 عاما، وهذه لا تعتبر عمر مديد يعني دون 60، لكن يعني كأن المسألة مسألة يعني من عند الله والعلم عند الله، قضية توازن في العطاء الإلهي. وكل من يعني أتي حظا من علم وأخذ يمعن النظر في سنن الله عز وجل في كونه يجد هذا أمرا ظاهرا بينا، فقلما يعطى أحد في شيء إلا وينقص من شيء آخر، وكلما ينقص من شيء يعطى من شيء آخر. هذه سنة ماضية لله جل وعلا في خلقه. الشوقي رحمه الله كتب أفضل الأبيات والشعر والمنتهى في القصائد، ومع ذلك لم يعطى حظا في إلقائها، والعلم عنده.